هذا النمط الانتخابي ان شاء الله الجديد سيجعل من الشكارة اللي نتكلموا عليها دوك انا نتكلموا عليها يعني براس مرفوع لان اصبحت مصطلح شعبي ماهوش مصطلح شعبي متداول يعني لدى لا 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 لا. ان شاء الله الشكارة هذيك ان شاء الله تصبح غير مفيدة لصاحبها سواء الذي يقدمها او الذي يتلقاها الاثنين خاسرين من الان فصاعدا الاثنين خاسرين اذن عمليه غير مربحه لهم وان شاء الله لما نكشف على المشروع ان شاء الله تظهر الامر هذا جليا يعني. مساله الامكانيات ما تطرحش علينا مساله النوعيه مساله الكاليتي دو لونكادرمون لازم لي انفورماسيون سبيسيال لازم لي بروغرام دو فورماسيون سبيسيال لان النمط جديد والعقليات جديده لازمنا رجال جدد يعني اللي حققت مقتنعين بالبسعة هذايا ومؤهلين لتكفل به من ناحية التقنية وهذه لازمني ان بروغرام دو فورماسيون واسع يعني وقلت نتمنى يعني بان الاطارات الاكفاء يعني اللي موجودين ما يبخلوناش